يقول ما معنى قول المؤلف في الواسطية ولا يجوز إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله، هل معناه أن ذلك لا يجوز مطلقا أم أن ذلك جائز مع التقييد؟ لا، ما يجوز مطلقا، القرآن كلام الله لا تقول عبارة عن كلام الله، هذا مذهب الأشاعرة، يقول كلام الله عبارة عن المعنى القائم في نفس الإله، وأما هذا المصحف هذه عبارة عن ما في النفس الإلهية عبر بها جبريل أو عبر بها محمد، هذه ألفاظ مخلوق، هذه ألفاظ المخلوق عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله، هذا قول باطل، هذا يشبه القول الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، هذا كلام باطل ومذهب باطل. فتجزم وتقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه، هم يقولون لا معناه من الله، هو كلام الله بالمعنى لكن اللفظ لا، هذا كلام المخلوق، كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل.